واليوم حنا سعداء اننا درنا الاجتماع الثاني هنا اليوم في مقر الاتحاد المغربي للشغل. كان اجتماع يعني قيم وطرحت فيه عده اسئله وبحضور مجموعه ديال المدربين اللي عندهم اسمهم وعندهم وزنهم في كره القدم الوطنيه. طبعا اليوم كره القدم المغربيه تغيرت، اصبحت احترافيه اكثر من السابق، وبالتالي اليوم الممثل الشرعي ديال المدرب المفروض خصو يكون نقابه، لان الجمعيه اليوم وصلت يعني النهايه ديالها مع بدايه الاحتراف، وبالتالي احنا الان في صدد يعني تاسيس لجنه تحضيريه اللي ان شاء الله غتشرف على كل النقاط اللي غتهم النقابه ديال المدربين المغاربه مستقبلا. وتنشكروا الاخ عز الدين الزكري اللي تراس هذا الاجتماع، ونتمنى ان شاء الله اجتماعات اخرى متواليه ان شاء الله. اليوم كان لقاء تواصلي بين مجموعه من المدربين، تخلقت فيه لجنه تواصليه باش تواصل مع مجموعه من المدربين اللي ما استطاعوش اليوم باش يحضروا، باش نوسعوا القاعده في محاوله انتقال من جمعيه رياضيه الى نقابه، خاصه وان المدربين كاين مجموعه منهم هم مدربين محترفين، وبالتالي لازم يكون جمعيات نقابيه اللي تدافع على الحقوق ديالهم، من سانديك، من روتريت، مجموعه من الامور، من مجموعه من الحقوق اللي مهضومه للمدرب. نتمنى على اننا نتوفقوا في هذا التنقل كما قلنا من جمعيه رياضيه الى نقابه، اللي احنا في امس الحاجه اليها اليوم. العمل الجمعوي يختلف على الجمع النقابي. النقابي يعني انك من الناحيه القانونيه انك راك يعني تنضاوي الاكبر نقابه في المغرب، يعني واقدم نقابه في المغرب، وبالتالي ان الصوت ديالك غيوصل، اذا الصوت ديالك غيوصل لمراكز القرار، من جهه ان عندك يعني عندك اللي غيحميك، لان اليوم انت اصبحتي مدرب محترف 100%، فانت تحتاج للتغطيه الصحيه، تحتاج للتقاعد، تحتاج للعمل، لان احنا ما تنساش ان المهنه ديال التدريب تختلف على المهن اخرى، على الشركات ولا الوزينات. فهنا مدرب عنده غالبا سي دي دي، ما عندوش سي دي، وبالتالي هذه الطريقه ديال العمل خصنا نلقاو ليها مع النقابه واحد الحلول في الوقت اللي تيكون المدرب ما خدامش مثلا، يعني كاين بزاف، وحنا ماشي غنخترعوا شي حاجه، هذا الشيء موجود، ويمكن يكفينا اننا ناخذوا القانون ديال المدرب في فرنسا ولا بلجيكا ولا هولندا، وغناخذوا النقاط اللي تتناسبنا هنا في المغرب على ارض الواقع وغنطبقوها. يعني ما يعني حتى يعني الحضور ديال المدرب على مستوى الجامعه والعصب الاحترافيه والعصب الجهويه بالنسبه لنا غائب، يعني لازم يكون، لانه هو اللي غيكون تيدافع على الاطور وعلى اللي تتكونوا على الفئات السنيه وعلى كل المدربين المغاربه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.